السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فكنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص الفرمية الله يرحمها. خبر اليوم ومعطيات جديدة في قضية الفرمية ضحية المجرم اللي اعترف وأكد أمام المحققين أن مبلغا ماليا يقدر ب 16 مليون سنتيم كان قد سلمها الممرضة حوالي مدة 3 أشهر، وكلفها باستغلال المبلغ مقابل استعداد لبناء العش الزوجية من بعد ما وعداته بقبول طلب الزواج بشرط توفير جميع شروط الحياة الزوجية، لكن ما كان يظنه حصل العكس بعد ما بدلت الرقم الهاتف ديالها مباشرة بعد سماع خبر أن ملفعلة له سوابق عدلية ضد الأصول بالتعدي على الجدة دياله والتحكم ب5 سنوات سجنا نافذا. والأكثر من هذا إخواني أخواتي، اختارت شاب من عائلة ميسورة ولتقدم لها رسميا لدى العائلة ديالها، فبعد سماع هذا الخبر فبطبيعة الحال هاد ملفعلة خطط مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام من الفرملية الله يرحمها، واللي كان ذنبها الوحيد أنها تاقت فيه وتعرفات على هذا الذئب البشري. صراحة هذا الشيء كامل اللي وقع فربما نقدر نقوله أنه مكتوب، ولكن هذا الشيء كيتحمل المسؤولية ديالو هاد الطرفين بنت وولد بعد ما كيتفقوا على شي حاجة. ربما أن هذا الفرملية الله يرحمها كانت على ثقة عمياء من هذا السيد، ربما أن هذا ملفعلة كان دائما كيكذب عليها لأنه ما يمكنش أنه يقوم بهذه الفعلة ويصفيها لها ويقول على أساس أنه راه كيبغيها. فالله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. فردا على تصريح بعض الأصدقاء عن ملفعلة والكلمة شنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات ديالهم والتصريح ديالهم، يعني في هذه المنابر الإعلامية واللي كيقولوا أن هذه الملفعلة الله يعمرها دار وإنسان خلوق، فكيفاش إنسان طيب وخلوق وهو يعني تعدى على الجدة ديالو وتحكم ب5 سنوات وفايت فيه الحبس؟ فالسؤال المطروح هي من اللي كانت معاه واش ما كانش فراسه راه مدوز الحبس؟ هذا هو السؤال المطروح إخواني أخواتي. هذا دليل على أن الفرملية فاطمة الزهراء الله يرحمها راه ما كانتش عارفة أن هذا السيد يعني عنده سوابق الإجرام، سوابق ضد الأصول كما شفنا وكما يعني الخبر اللي توصلنا به أنه تعدى على الجدة ديالو، يعني جدة ديالو تعدى عليها، فما بالك أنه يعني كيفاش غيتعامل مع هاد الفرمية أو الممرضة الله يرحمها. فبطبيعة الحال السيدة كانت تيقة فيه، السيدة عطاته ما كل ما تملك، يعني عطاته الحنان عطاته الحب، ولكن ملي سمعت ان هذا السيد يعني عنده يعني سوابق الاجرام، سوابق انه فايت مشدود، فبطبيعه الحال هذا السيد راه ميمكنش لان تكمل حياتها معاه، لان كانت عارفه ان الحياه ديالها في خطر. فمهما كانت هذه العلاقه التي تربطهم فكاين واحد الحاجه اللي سميتها القدر، كل واحد يعني شق طريقه، ماشي ما بغاش يتزوج بيه ولا والديها ما بغاوش ينوض يصفيها لها بهذيك الطريقه. وكما سمعنا كما شفنا يعني الخبر اللي كيقول انه يعني مشى عندها يعني وهي تكلمات معاه، يعني عطاته الوقت على اساس انهم يناقشوا هذا الموضوع، ولكن كانت المفاجاه والصدمه اخواني اخواتي. فاصلا اللي كيبغي المعقول والحب كيتمنى الخير، يعني اي واحد يعني اللي باغي المعقول يعني كيمشي يدق مباشرة الباب المنزل ويطلب العائلة المعقول، وهذا الحب اللي كيتمناه أي واحد الزوجة ديالو أو شريكة الحياة ديالو ماشي الشر، هذا في حد ذاته حب التملك والجبروت والسيطرة. فالإنسان هو الكائن الوحيد إخواني أخواتي اللي لا يمكن أن تعرف الحقيقة ديالو، ما تعرفش شنو هو داخل الدماغ ديالو داخل الراس ديالو، يعني شنو فاش كيفكر، على عكس الحيوان يعني كتعرفوا شنو باغي يدير. اي حيوان يعني
اسد او شي حيوان مفترس يعني كتعرفوا انه غيمشي لهذاك الفريسه وغيفترسها. فالانسان الوحيد اللي ما عارفينش الحقيقه ديالو لان ما يظهر لنا ليس هو الواقع. اي واحد يعني كنشوفوه يعني ما عارفينش شنو مخبي في القلب ديالو. فما خفي كان اعظم. يمكن يبين الناس انه حمل الوداع وبهذه الصفه يوهم الكل انه انسان طيب لكن مع الضعفاء ماديا ومعنويا. فهذا واقع اخواني اخواتي. يعني انسان يعني كيكون عنده سبع وجوه فما اكثرهم في بلادنا المغرب الحبيب. يعني كنشوفوا بزاف الناس كيبدل الوجه ديالهم كيكون معاك انسان ظريف وفي الاخير كيتبدل وكيبين وجه اخر. فهذا الشيء اللي كيبان لنا صراحه وهذا الشيء اللي كنتاسفوا ليه وهذا الشيء اللي شفنا في هذه القصه وفي هذه الواقعه اللي وقعت الممرضه الله يرحمها واللي مازال العائله ديالها المكلومه مألمة على الفقدان ديالها. فللاسف هذا الاجرام اكثر في المغرب الكريساز يعني ولا كثير في بلاد المغرب ولا يعني كيقطعوا في نساء المغرب وهذا بسبب الغاء هذيك العقوبه ديال الاعدام. صراحه هذا الالغاء هو اللي خلى ان هاد المجرمين يزيدوا يتحداو القانون يزيدوا يتحداو هاد الناس المواطنين الضعفاء. لانني ولينا كنشوفوا غير ديك الطريف الانسان الضعيف هو اللي كيمشي ضحيه هاد الشيء كامل تحت غطاء حقوق الانسان. يعني المغرب الغاء هاد العقوبه تحت الغطاء يعني حقوق الانسان وحق هاد النساء والاطفال اللي كيتقتلوا وكيتغتصبوا بدم بارد. ففينا هو حقهم في الحياه فينا هو الحق في الحياه. فكنتمنى من الله عز وجل يعني ان الدوله والمؤسسات والقضاء يعيدوا النظر في هاد القضيه ديال هاد تنفيذ هاد العقوبه لانه الا نفذوها فانا على يقين انه ما غيتمش يعني اعاده تكرار بحال هاد الجرائم اللي ولينا كنشوفوها صراحه كثرتنا في بلادنا المغرب واللي كنتمنى من الله عز وجل يعني الرساله توصل للمسؤولين. فالله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتك ويثبتها عند السؤال ويرزق داويها الصبر المؤمنين والمؤمنات والخاشعات والخاشعين. إن لله وإن إليه راجعون. صراحة احنا مازال مصدومين في هاد الواقعة أن هاد الشابة اللي مازال في ريعان الشباب ديالها واللي مازال يعني يالله بنات الحياة ديالها وربما أن عاد حست بديك الحب مع هاد الشخص الجديد اللي كان ربما كيغدق عليها يعني ديك الحب الحقيقي وهادشي اللي حساتو معاه. هنا في كانت صدمة ديال هاد الدم البشري اللي صراحة لصفى لها ببرودة الدم الله ياخذ في الحق. وكنتمنى انه يتاخذ في اقصى العقوبات في حقه باش يكون عبرة لأي واحد يتجرأ يقوم بهاد الفعلة. اخواني اخواتي فكنتمنى انكم تعملوا اللايك والبارتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.